السلام عليكم. احنا دلوقتي في طريقنا للعبدلي، زي ما انتم شايفين احنا واقفين على طريق 60، هنمشي على طول كده هنوصل لنهاية الطريق. نهاية طريقنا هو العبدلي، هنزور اكتر من مكان، فخليكم معانا. الجزء ده هو الجزء الثاني من السياحة في الكويت. دلوقتي احنا انطلقنا من منطقة الجهراء، قدامنا بالظبط حوالي من 50 ل 60 دقيقة ان شاء الله عشان نوصل المزارع اللي احنا هنزورها. خليكم معانا. الطريق بتاعنا اللي هو الدائري السادس، دلوقتي هنطلع من الدائري السادس هننزل على الدائري الثامن اتجاه العبدلي. هنا طبعا منطقة المطلع، دي منطقة برضو احنا خيمنا فيها من فترة وصورنا فيديو، تقدروا ترجعوا تاني على الانستجرام عشان تشوفوا الفيديو اللي موجود في المطلع، ولسه احنا في طريقنا للعبدلي. مهم جدا حزام الامان، لازم تهتموا ان انتوا لابسينه. الطريق يعني منحنيات كتير، فدايما تكونوا مأمنين على موضوع الحزام، السرعة ما تزودوش في السرعة. طريق جميل، اتفرجوا على كل المخيمات اللي على اليمين وعلى الشمال وان شاء الله هتوصلوا بالسلامة، ولسه في طريقنا للعبدلي. أول محطة بنزين قابلتنا، بنعبي بنزين، البنزين بتاعنا قرب يخلص. وطبعا طول ما انتم ماشيين هتلاقوا فيه كتير محطات بنزين هتقابلكم، فموضوع البنزين ما تقلقوش منه. شكرا، بارك الله فيك. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا وصلنا قدام جمعية العبدلي، لسه قدامنا 20 دقيقة بالظبط على ما نوصل لأول مزرعة في الرحلة بتاعتنا. شكرا، جزاك الله كل خير. من عند الجمعية اللي أنا كنت واقف عندها من شوية وفرع غاز اللي وراها في شارع تمشي فيه على طول، في نهايته هتلاقوا كل الأماكن اللي احنا قصدناها. دلوقتي الحمد لله وصلنا الواجهة بتاعتنا، موجودين هنا في العبدلي مزرعة البحيرة. طبعا الاجواء زي ما انتم شايفين كده، جايين متاخرين شويه بس خلونا بقى نصور جوه. دلوقتي احنا وصلنا مزرعه البحيره في العبدلي، تعالوا بقى ناخدكم لفه كبيره قوي في رحلتنا. مدخل على طول، لو عايزين تاجروا السيارات الاوروبيه هتيجوا عند الكشك ده، اوقات العمل في مزرعه البحيره. ودي الاجواء اللي احنا وصلنا. طول ما انتم ماشيين هتلاقوا في ارشادات كتيره جدا في قلب المزرعه عشان توريكم انتوا رايحين فين. وانتم ماشيين هتشوفوا مزارع صغيره كده، وكل مزرعه مكتوبه بالظبط ايه نوعيه الخضروات اللي فيها. ملفوف او الكرنب، الحظيره، ودي في مكانها انواع حيوانات كتيره، فتعالوا نشوف برضو الموجود فيها. رسوم دخول الحظيره، الشخصين بنار واحد. ايه الحظيره؟ هتاخدوا كده سلتين عشان تاكلوا فيها الحيوانات. خلصنا الحظيره، تعالوا بقى نروح مكان تاني. جنب الحظيره على طول هتلاقوا فيه محميه الطيور والفواكه، سعر الشخص نار واحد بس. الفرق بقى ان انتوا هتدخلوا جوه في وسط الطيور تاكلوها، وكمان لو في اطفال هيستمتعوا جدا. يلا بينا. هنا المحميه للطيور، تقدروا تدخلوا جوه هتاخدوا اكل طبعا، سعر الشخص دينار واحد، وتاكلوا الطيور وانتوا ماشيين في وسط الحديقه. سبحان الله، اسمعوا صوت. انا معيش اكل للاسف. في وسط الطيور هتلاحظوا ان الشجر اصلا فيه فواكه، عشان كده احنا قلنا من الاول محميه الطيور والفواكه. هنا مثلا في الرمان، هنا نفس الشيء برتقال، في جوه كمثرى او الجوافه. كده احنا خلصنا في المحميه اللي هي فيها الطيور وفيها الفواكه، تعالوا بقى نروح مكان تاني. يلا بينا. احنا دلوقتي في منطقه الفود كورت. الفود كورت هي المنطقه اللي فيها كل المطاعم، طبعا دي هتغنيكم ان انتوا تجيبوا اكل معاكم لو في يوم من الايام فكرتوا ان انتوا تيجوا مزرعه البحيره. دلوقتي احنا وصلنا منطقه المشاتل. منطقه المشاتل فيها كافيهات، والمطاعم اللي احنا اتكلمنا عنها هي الفود كورت، بس هنا الكافيهات بسم الله ما شاء الله كتير، وممكن تقعدوا في وسط المشاتل فهتستمتعوا بالجو. المهم تعالوا كده خلونا ناخد لفه ونشوف المنظر عامل ازاي. كافيه سكوب اند كون، مطعم اي هوب، النوير كافيه. تلاقوا كشك شاي كرك كده، اشهر مكان بيبيع ذره. في كل مكان هتلاقوا فيه كشاك بيبيع ورد، تقدروا تتسوقوا من المكان وتشتروا اللي انتوا عايزينه. تعالوا كده ايه يعني نجرب فكره السيارات الاوروبيه.
نساله بكام. السلام عليكم، شلونك باي؟ انت يقول 10 دينار ربع ساعه صح؟ كل مزرعه هاي لا 3 دينار، شخص واحد 3 دينار، شخص واحد 3 دينار. لو انت وصل عند بوابه كم؟ 3 دينار. لو وصلك لحد البوابه، لان المزرعه طبعا كبيره، لو هتاخده السياره كلها لمده ربع ساعه 10 دينار. شكرا. دلوقتي احنا وصلنا للمشتل، فتعالوا كده ناخدكم رحله كبيره في المشتل. انواع الزرع هنا بسم الله ما شاء الله، كل حاجه ممكن تلاقوها في مكان واحد. خلينا نروح نجرب ركوب الخيل او ايجار الدراجات الهوائيه. المنطقه اللي احنا فيها دي هي منطقه الالعاب اللي فيها ايجار العجل، او لو انتوا عايزين منطقه الالعاب نفسها. ايجار العجل اللي موجود بجميع المقاسات. منطقه الالعاب لجميع الاعمار، سعر التذكره 4 دينار. وطبعا تستفيدوا منها من الصبح لحد الساعه 8. هنا المنطقة اللي احنا بنأجر فيها الخيل، سعر الفرة الواحدة بس ب3 دنانير. في بقى الخيل الحلو ده، وفي البني الصغير اللي هو ده، هو بيلف بيكم حوالين المكان ده كله أو المزرعة دي كلها، وهي على فكرة مش كبيرة يعني. والخيل هنا لطيف برضه. وانتوا بتأجروا الخيل هتقابلوا عمر. ازيك يا عمر؟ عمر هو المدير والمسؤول هنا. شكرا يا عمر. بعد على طول ما نطلع من المكان اللي فيه ايجار الخيل، هتلاقوا فيه ممشى كبير كده مكتوب عليه ويلكم. في مكانين، اول مكان مطعم اللي هو الارنب الجائع، برضو موجود هنا في قلب المزرعه دي اول حاجه. تاني حاجه كمان هتلاقوا فيه مطعم انوار كافيه، لو هتشربوا بقى حاجه ايه سريعه كده وتاخدوها وتتمشوا في نفس المكان اللي انا ماشي فيه. يلا ده لوحده كده مفصول، وهيكون جنبه على طول الميني زو. الميني زو فيها حيوانات كتير قوي، كل الحيوانات اللي شايفينها في الصور دي هي اللي موجوده جوه. سعر التذكره 3 دينار للشخص. راديو بقى هنجرب الاوتومبيل الاوروبي. مع مين بقى؟ مع مستر مصطفى. يلا بينا مصطفى. احنا هنروح فين حاليا؟ رايحين السوق، المزرعه. احنا خلصنا السوق ورحنا المزرعه، دلوقتي عايزين نطلع على البحيره. البحيره اوكي، الى البحيره. دلوقتي احنا خدنا سياره من السيارات الاوروبيه اللي موجوده هنا في المزرعه، وافترينا الى البحيره. هو لو انتوا الموضوع معاكم صعب شويه، فحاولوا ان انتوا تاخدوا السيارات الاوروبيه اللي موجوده، هتوصلكم في اي مكان لحد البوابه بسعر 3 دنانير. المره دي احنا معانا مستر مصطفى، هو الشوفير بتاعنا. كده بقى وصلنا منطقه البحيره، وبرده فيها هنا كافيهات ومطاعم. منطقة الألعاب هتلاقوها في كل مكان. وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. احنا كنا موجودين في مزرعة البحيرة في منطقة العبدلي. فين العنوان؟ سهل جدا، تفتحوا جوجل وتكتبوا مزرعة البحيرة. سلام. عايز اقول لكم على نصيحة، لو انتوا هتيجوا المكان ده فحاولوا تطلعوا من الساعة 8 الصبح، ما تعملوش العملة اللي انا عملتها وجيت وقت العصر، لان احنا ما لحقناش نستمتع بكل حاجة، بس الحمد لله.